ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب. النهارده بقى هنعمل مع بعض مخلل مشكل كده زي ما انتوا شايفين، جزر مع خيار مع فلفل. انا مقطعاه زي ما انتوا شايفين كده ترانشات بالقطعة اللي هي المشرشرة. هقطع معاكم كام واحدة عشان اوريكم. انا طبعا غسلاه كويس جدا وقشرت الجزر وبشيل الحتة اللي من فوق دي في الخيار، وهبدأ ايه اقطعه. انتي بقى حابة تقطعي ترانشات، حابة تقطعي صوابع، زي ما تحبي. طبعا القطعة دي موجودة في كل بيت. هقطعه كده بالشكل ده، التقطيعة دي على حسب ذوقك وراحتك انتي، الشكل اللي انتي بتحبيه. بقى انا قطعته المرة دي بالشكل ده، الجزر برضو هقطعه كده. ما عندكيش بقى القطاعة دي، قطعي عادي بالسكينة. طبعا المخللات ما بنستغناش عنها في البيت، وبلاش نشتريها من برا، سهلة خالص تعمليها في البيت وبتبقى أنظف وأحسن من برا. احنا ضامنين ان احنا عاملينها ازاي ونضيفه ازاي، بره احنا مش ضامنينهم بصراحه. فلفل بقى عشان كبير انا جايباه كبير، فبقطعه كده واحطه معاه. انتي مش حابه بقى تحطي فلفل عشان ما يبقاش مخلل الحراق، فبلاش، انتي وراحتك. بس تشكيلة حلوة قوي. انت بقى لو عندك قرنبيط وحابة تضيفيه على الخيار والجزر هيبقى حلو قوي برضو، بس انا مش عندي فاستكفيت بدول بس. انت ممكن تجيبي قرنبيطة صغيرة كده وتقطعيها معاهم وتحطيها، هيبقى تشكيلة حلوة قوي. عبيه بقى في البطرمانات، طبعا البطرمانات دي متعقمة كويس. احطهم كده عبي بقى كله كده في البطرمانات. بجد هتعجبكم قوي الطريقة والخلطة اللي انا عاملها دلوقتي، تخلي المخلل جميل جدا، ان شاء الله تعجبكم. بس انا عبيت اول بطرمان اهو، هجيب بطرمان تاني واحط فيه بقية الكمية. حط بقى بقية المخلل بتاعنا الجميل ده. احنا طبعا بنحب الحاجة المشطشطة، فعلى طول الفلفل ده معانا في كل مخلل. فانتي طبعا عشان لو معاكي ولاد صغيرة ومش حابة تحطي فلفل فبليش. عشر ايام بالظبط وهنفتح عليه ان شاء الله، وافتحه معاكو عشان اوريكو شكله عامل ازاي. 10 ايام بيكون جاهز. بس انا خلصت اهو، نحضر بقى المحلول اللي احنا هنحطه ايه على المخلل بتاعنا اللي هيديله طعم روعة. جيب بولة فاضية كده وهنزل عليها بكوباية. انا طبعا غالية المية كويس ومبرداها، متحطهاش وهي سخنة، لازم تكون باردة. هحط بقى ايه، كل كوباية مية بتاخد معلقة كبيرة ملح عشان نظبط الملح بتاعنا كده. حطيت كوباية ودي التانية. شوفي على قد الكوباية اللي انت حطيتيها تحطي معلقة ملح، كل كوباية بتاخد معلقة ملح كبيرة. اوعي تحطي المية تكون سخنة، لازم تكون باردة. برديها الاول، سيبيها تبرد وبعد كده حطيها. كده انا حطيت 6 كوبايات، هنزل عليهم بقى ايه ب6 معالق ملح كبار. طبعا لو احتاجنا ميه تانية هنزود ميه. كده حطيت 6 معالق ملح
معانا بقى معلقة سكر كبيرة هننزل عليه، ما تخافيش مش هيسكر المخلل بتاعنا خالص، هو بيديله قرمشة كده حلوة. ومعانا 3 معالق خل صغيرين، معايا هريسة الشطة، انتي بقى مش حابة تحطيها بليش، لو عندك فلفل رومي ممكن تطحنيه عشان ما يبقاش حراق، انما ده فلفل حراق بصراحة. انا طحناه وحطاه في بطرمان كده وبشيلها في التلاجة. معايا بقى كرفس وورقتين لورا، هنزل عليهم بقى ايه على الخلطة بتاعتنا الحلوة دي. الكرفس بيدي طعم حلو وريحة حلوة قوي للمخلل. بصوا الخلطة دي زي اللي بنجيبها من محلات المخلل، بس طبعا احنا عاملينها في البيت وضامنين نظافتها وضامنين نظافة المخلل ان احنا عاملينه بايدينا. ما تستصعبيش حاجة، اي حاجة اعمليها في البيت بلاش تشتري من بره، مفيش حاجة مضمونة دلوقتي. ننزل بقى بالمحلول بتاعنا ده، بص شكله عامل ازاي، بص المية بقى لونها حلو ازاي. ننزل بيها بقى على البطرمان بتاعنا، بجد المايه بتاعتها بتبقى حلوه قوي، هتدي طعم حلو قوي للمخلل بعد ما يستوي. وزي ما قلت لكم 10 ايام بالظبط وهنفتح عليه، وان شاء الله افتحه معاكم واوريكم شكله. حبي كده البطرمون لغايه لما نمليه، لغايه لما يتملي على الوش. طبعا انا هحتاج ميه تاني، فهزود طبعا ميه عشان البطرمان التاني، فزي ما قلت لكم كل كوبايه ميه عليها معلقه ملح كبيره. خلص بقى بقيه البطرمان التاني وازود ميه واورولك. بص انا خلصت الكميه اهي، بص شكله عامل ازاي، بجد تحفه. جربيه بالخلطه دي وان شاء الله انا عارفه انها هتعجبكم باذن الله. هغطي بقى البطرمانات بتاعتنا كويس، انا ما بحط الزيت ولا بحط اي حاجه، ولا هيعمل ريم من على الوش، وان شاء الله افتحه معاك واوريكم. اقفلي بس انت البطرمان كويس وما تفتحيش عليه غير بعد 10 ايام. امسك البطرمان كده نرجه عشان ايه الخلطه كلها ايه تندمج مع بعض. كده الفيديو بتاعنا يكون خلص، يا رب الفيديو يكون عجبكو وتجربوا الطريقة، ويا ريت تكتبوا لي في الكومنتات رأيكم ايه في الطريقة بتاعتي، انا بفرح قوي بتعليقاتكو. شكرا جدا لكل اللي بيدعمني وبيقول لي كلمة كويسة. اشوفكو على خير ان شاء الله الفيديو القادم. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.